بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم أخوتي وأخواتي، وأرحب بكم باسم الصالون العراقي في لوس أنجلوس. ويسعدني أن أقدم في هذا اليوم التهاني للجميع بمناسبة العام الميلادي الجديد. داعين الله سبحانه وتعالى أن يمن على البشرية جميعاً بالخير والبركة. ونحن في هذا الصالون نبدأ محاضراتنا لهذا العام، وهو إن شاء الله يكون العام الثالث، بحلة جديدة مليئة إن شاء الله بآفاق العلم والثقافة والمعرفة. وهنا أحب أن أشكركم جميعاً على دعمكم المتواصل لهذه المنصة الفكرية وإثرائها بكل وسائل النجاح. ضيفنا لهذا اليوم هو من بلد باكورة النهضة العربية الحديثة، من موطن نصيف اليازجي، بطرس البستاني، جبران خليل جبران، من موطن ميخائيل نعيمة ونضال الأشقر وفيروز مهدي عامل وحسين مروة وطلال سلمان، من بلد الفكر والثقافة، من لبنان، لبنان الفن والكتابة والصحيفة. إنه الأستاذ الدكتور عصام الغزاوي. شكرا. دكتور عصام أستاذ الإدارة بجامعة لافيرنا في كاليفورنيا، وحيث يقدم الأستاذ الدكتور عصام دورات في التصميم التنظيمي، النظرية التنظيمية، السلوك التنظيمي، وإدارة الموارد البشرية، وإدارة الأعمال. حصل الدكتور غزاوي من الدكتوراه من جامعة بيتسبرغ، وكذلك الماجستير في الموارد البشرية من جامعة أوهايو، وكذلك الماجستير من جامعة سول روز يونيفرسيتي في الـMBA. ويركز دكتور عصام أغلب أبحاثه على توفير الفرص لطلاب المدارس الثانوية من الجيل الأول الذين لا يتلقون خدمات كافية، ولكن من المحتمل أن يكونون هؤلاء من الناجحين في حياتهم لمتابعة دراساتهم الجامعية بشكل عام وتعليم إدارة الأعمال بشكل خاص. دكتور عصام هو يعمل في هيئة التحرير في العديد من المجلات الأكاديمية في الولايات المتحدة، وعلى مر السنين حصل على العديد من الجوائز الأكاديمية على المستويات المحلية والوطنية والدولية. كذلك حصل على العديد من الجوائز التكريم من مجلس ولاية كاليفورنيا ومجلس الشيوخ في كاليفورنيا، وكذلك من الكونغرس الأمريكي. وله دراسات كثيرة وبحوث نشرت في المجلات الأكاديمية، وكذلك له مؤلفات كثيرة في مجال عمله. فأترك الحديث الآن إلى أخونا الدكتور الأستاذ عصام غزاوي، فليتفضل مشكورا. السلام عليكم، شكرا على هالمقدمة. مثل ما بنقول أفحمتنا. الله يسلمك. الله يخليكم. أنا مثل ما بتعرفوا أنه موضوع المحاضرة اليوم هو القيادة الفاشلة، failed leadership، بعيون المرؤوسين يعني الموظفين. يعني بتحاول أكثر الإمكان أتكلم باللغة العربية، صار لزمان ما مستعمل اللغة العربية بالكتابة أو بالمحاضرات. أنا الحقيقة عامل أنا محاضرة في اللغة الإنجليزية حبشارككم فيها، وبدعيكم أنه وأنا عم بكلمكم إذا في أي سؤال توضيحي
ما عندي مانع، اسألوني وأنا عم بتكلم ما عندي مانع أبداً أبداً، ولكن بعد المحاضرة ممكن ندردش أو نتكلم على مواضيع أو يكون عندكم أسئلة. خليني أنا أشارككم في المحاضرة، مثل ما قلت لكم من فضلكم اسألوا، لو قلت أي كلمة ما أو أي مفهوم ما فهمتوا. أنا بعتقد أنه معظمكم بتكلم اللغة الإنجليزية، ولكن خلينا نتعاون سوا. شايفين الباوربوينت ما هيك؟ نعم نعم دكتور تفضل. كويس 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 أوكي. مثل ما شايفين، القيادة الفاشلة في نظر المرؤوسين، المفهوم، الأسباب والنتائج. هذا الموضوع عن القيادة الفاشلة حقيقة قمت بدراسته. شو السبب؟ السبب أنه كل الباحثين، ما حنقول كلهم، معظم الباحثين بيتكلموا عن القيادات الناجحة، وعن فلان عمل شركة، وعن فلان عمل مادي أو صناعة قلبت المفهوم أو قلبت المفاهيم، وفلان من أنجح رجال الأعمال، وفلان وفلان. ولكن كله بيتكلموا عن القيادة الفاشلة وأثرها على الموظفين أو على المدراء أو على الشركات. حقيقة هالموضوع ليس موضوعاً عابري. القيادات الفاشلة أو سوء الإدارة موجودة بأي مكان في العالم. أنا حقيقة ركزت على ناحية المنظمات المؤسسات، ولم أمس القيادة السياسية، يعني هذا فقط للتوضيح. خلال السنة الماضية قمت بمقابلة 43 مدير بيعملوا بعدة شركات، معظمهم في ولاية كاليفورنيا بيشتغلوا، أو مدراء في مؤسسات تقنية تكنولوجيا، البعض القليل كان من الجامعات، شركات صناعية، شركات خدمات، مستشفيات وفنادق. حقيقة أنا كلمت 48 شخص، شخص منهم ما عنده تجربة بالقيادة الفاشلة، اتضح فيما بعد أنه يعمل في شركة والده، يعني البوس تبعه المدير الأعلى هو والده، فإذا استبعدته من الدراسة. والبقية الأشخاص كان من الصعوبة أنه ملاقاتهم بسبب الكورونا، ولكن العينة تعيتي كانت 43 شخص. قابلتهم البعض شخصياً والبعض الآخر على زوم. كانت الأسئلة هي ثلاثة. السؤال الأول، شو بنظرك مفهومك للقيادة الفاشلة؟ من هو القائد الفاشل؟ وشو بتعتقد أنه سبب فشله في القيادة أو في إدارة الشركة أو في التعامل مع الموظفين؟ والسؤال الثالث، شو كان وقع هالمعاملة عليك، على الفريق اللي أنت بتعمل فيه وعلى المنظمة بشكل عام؟ بهالدراسة كمان في كمان حاطت في نهايتها أنه شو هو، شو الاستنتاج يلي نطلع منه من هذه الدراسة، وشو هو المحدودات أو الليميتيشن في نتكلم عليها فيما بعد. مثل ما قلت أنا في البداية أنه موضوع القيادة، القيادة كلها بشكل عام تحوي على حيز واسع من الأبحاث في كل سقاع الأرض، أمريكا وغير أمريكا. في دراسات كتير، you can go to the internet، تطلع على الإنترنت بتحط leadership، ألوف الأبحاث.
معظمها مركز على الإدارات الناجحة، مركز على الإنجازات العظيمة. في نظريات كتير، الكاريزما يعني التأثير، التغيير، الترانسفورميشنال، القائد يلي هو أوثنتيك، شغلات كتير، ولكن كلها ركزوا على موضوع الفشل بالإدارة. أنا دائماً بقول المؤسسة هي انعكاس على القيادة، نجاح المؤسسة هو من القيادة الناجحة، وكمان العكس صحيح، فشل المؤسسات هو بسبب وجود القيادة الفاشلة. An organization is as good as the leaders it has. لازم يكون على طول في المؤسسات نوع من التلاقي بين القائد والذين يعملون بالمؤسسة. لما ما بيكون في هل التلاقي أو التطلع نحو المستقبل، إنه أنا أشتغل بهالمؤسسة وأنا مرتبط تماماً بالقائد تبعي، هيدي بتكون مسيرة إلى لا معلوم، ما بتعرف لوين هيدي العلاقة حتوصلك. هل هذا الشخص يلي ما بيكون متعلق بالقائد تبعه سوف يكمل مسيرته بهالمؤسسة، ولا بنفس الوقت عم يشتغل وعم يتطلع خارج المؤسسة ليترك أو ليخدم مؤسسة تانية؟ التركيز في هذا البحث هو حول ليش القاضي محلات بيكونوا ناجحين وبأماكن تاني بيكونوا فاشلين. أنا همي أنه أزيد عدد الأبحاث باتجاه القيادة الفاشلة، ليس بسبب حبي للقيادة الفاشلة. على فكرة أنا قبل ما أكون أكاديمي كنت أنا نائب رئيس لشركة تكنولوجيا، والحمد لله الحمد لله يعني كانت الشركة في أوج نهضتها، وكانت علاقتي مش ممتازة. ممتازة هو مثل ما بقوله understatement، كانت عظيمة جدا مع الموظفين والمديرين الآخرين. كانت الحقيقة كنا عائلة كبيرة جدا، يعني كان همي أنا أنه الأشخاص التانيين وخاصة في مركز القيادي يعرفوا أنه تصرفاتهم الخاطئة تنعكس على نفسية الشخص وتأتي بأشياء مصيبية للمنظمة يلي عم بيشتغلوا فيها. هون في أبحاث كتير أنا بخلال دراستي للموضوع درست أكثر من 200 دراسة أكاديمية، publications we call it peer reviewed. نظرت يعني حاولت المستحيل إنه ألاقي أشياء كتير تتعلق بدراستي لا تكون دراستي مكملة. في أشخاص كتير نظروا حول موضوع القيادة الفاشلة، وفي أشخاص كتير نظروا حول مفهوم القيادة. البعض بأوائل الأربعينات قالوا القيادة هي عملية تخطيط planning وتنظيم organizing وpersuading، يعني لما بتخلي الشخص يتعلق بهالموضوع أو يتحفز لعمل شيء، يعني هذه هي leadership. أشخاص تانيين قالوا إنه القيادة هي تتعلق بمزايا شخصية القائد. بعض الأشخاص قالوا القيادة هي عملية متعلقة أو هي منظومة متعلقة بالقيادة وبالقيادة
حيز الأسباب المسببات أو من الانفايرمنت الطبيعة الموجود فيها، الطبيعة ممكن أن تضيف لشخصية القائد أو ممكن أن تضعفه، أو منقول عنها المسببات. يعني في مسببات تعطي الدفع للقيادي، وفي مسببات تعطي ضعف بالقيادي. خلال السنوات من الأربعينات ولغاية اليوم دراسات كتير عم تنبحث. أنا لما كنت عم بتطلع على مراجعة الدراسات الموجودة، لقيت البعض يركز على شخصية الشخص، البيرسوناليتي أو مزايا الشخصية. بعض الدراسات تركز عن سلوك القائد، وبعض الدراسات تركز على الطبيعة المحيطة بالقائد، الانفايرمنت، طبيعة المنظمة، طبيعة التعامل مع الآخرين، والقيادة المكملة في المنظمة. يعني إذا كنت أنا نائب رئيس، شو شخصية الرئيس تبع المنظمة والنواب الرئيس الآخرين؟ يعني كلها مكملة لبعضها. ابتديت بالنظر إلى الشخصية، وأهم شيء بالشخصية، أهم شيء موجود هلأ في الواقع وفي الدراسات اللي نحن مندرسها في الجامعات، في شيء اسمه The Big Five Factor، الخمسة الأهم في شخصية أي شخص، المزايا الأهم، المزايا الخمس الأهم. أول وحدة هي الإكستروفيرجن. شو هي؟ أو positive affectivity. الإكستروفيرت هو شخص منفتح، الانفتاحية بسموها، أو الإيجابية في شخصية القائد. بعضهم منفتح، سهل التعامل معهم، بإمكانهم يعملوا أو يشبكوا علاقات سهلة مع الآخرين. هيدي إكستروفيرجن. في عندك أشخاص سلبيين. على فكرة كل هالمزايا تتراوح من بين اللو، يعني الحد الأدنى، والحد الأقصى. يعني الشخص يلي هون منفتح جدا، يلي قلت عنه أنا إكستروفرت، هذا الشخص سهل أنه يتعامل مع الآخرين، مع الموظفين، مع الأشخاص خارج المؤسسات. الشخص الإيجابي هو عادة شخص أليف، الموظفين بيرتاحوا له، بإمكانهم بسهولة يشتغلوا معه. في الأدنى، الحد الأدنى هو الشخص يلي غير أليف، يلي هو ضعيف جدا بالانفتاح. الموظف من الصعوبة أنه يتعامل معه أو يحس أنه أنا بإمكاني أشتغل معه. المزايا الثاني نيوريتيزم، أو الناحية السلبية. نيوريتيزم هو الشخص السلبي يلي يرى الأشياء بسلبية. إذا بتسمعوا أكيد كلكم تعرفوا أنه المثل القديم أنه الكوب، كوب الماء لما بيكون في نصه، الشخص السلبي بقول لك هيدا الكوب نصه مي، الشخص الإيجابي بقول لك هيدا الكوب نصه مملوء بالمي، الشخص السلبي بقول لك هيدا الكوب نصه فارغ. التصحيح هيدا، هيدا الكوب نصه فارغ. الشخص الإيجابي بيقول لك هيدا الكوب نصفه مملوء في الماء. الشخص يلي بيكون عالي بالسلبية، هاي إن نيوريتيزم، هيدا بيكون من الصعب قيادة أشخاص أو قيادة منظمات. في عندك المزايا الثالثة أو المزية الثالثة أجريبلنس. شو معناتها؟ الشخص يلي بسهولة
يتوافق مع آراء الآخرين. يعني مش مشكلة الشخص اقترح الشيء، أكيد إذا الاقتراح يكون معقول جدا يتلاقى معه بسرعة. في أشخاص من الصعوبة أنه يتفقوا على شيء أو يتلاقوا على شيء، يعني أشخاص بيكونوا على درجة عالية من الأجريبلنس، هاي أن أجريبلنس، وأشخاص بيكونوا بدرجة أدنى. بعدين في عندك كونشيسنس، أشخاص يلي عندهم ضمير عالي بيحبوا يعملوا الأشياء بشيء صحيح من البداية. وفي عندك أشخاص، عندك مدراء، عندك أشخاص بيحاولوا يخبوا الأشياء، شيء غلط ما بهم. هيدي كمان تحدد شخصية وقيادة الشخص، يلي بيكون بلاقي شيء غلط يصلحوا دغري، يشتغلوا بضمير. في عندك أشخاص للأسف لا يعملوا بضمير. والمزية الخامسة openness، الانفتاح للتجارب. في عندك أشخاص هيدي هي ممكن نجرب طريقة تانية بتكون أفضل، لا 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 هيدي هي الطريقة يا ابن الحلال، ممكن هالطريقة أفضل، لا أبدا. شو السبب؟ قالوا لي الطريقة فاشل جدا. مين قال لك؟ ما حدا قال له. أي سؤال؟ أنا هون كمان عملت مرسوم بس، ولكن فضحت لكم إياه باللغة العربية، يلي هي قلت لكم الخمس مزايا: extrovert, neuroticism, agreeableness, openness to experience and consciousness. بعدين حطيت أنا محددات خبرتكم عليها باللغة العربية. كمان عم نتابع أنه الدراسي أنه هون literature review. القيادة هي حقيقة موضوع شائك وموضوع مشيق جدا. خليني لخصكم إياها. يوم من الأيام اتصل في CEO لشركة تكنولوجيا، قال لي أنه بتمنى أن تكون عم تفهموا لكنتي العربية، بحاول أحكي باللغة الفصحى. تفضل دكتور، جميلة جدا. الله يحفظك، الله يخليك. قال لي أنه نحن عندنا وظيفة شاغرة للتشيف فاينانشال أوفيسر، يلي هو المدير المالي للشركة. قلت له نعم. قال لي حقيقة عندنا ثلاثة ريزوميز يلي عجبونا، ثلاث أشخاص عجبوني أنا وشريكي، وبتمنى أن تيجي أنت تقابلهم وبعد المقابلة تقترح علينا مين هو الشخص المناسب للشركة. أنا على علم جدا بشركتهم، على علم جدا جدا بشركتهم، وحقيقة CEO أو الرئيس التنفيذي للشركة ونائبه من أصدقائي. قلت له ما في مشكل، ابعتوا لي الخلاصة تاعيتهم الرسمي، بعتوا لي إياها بالإيميل، وخليني أنا أطلع على أضبط وقتي وآجي ألاقي ثلاث أشخاص. دزوا لي إياها مثل ما بتقولوا أنتم باللهجة العراقية، اللكنة العراقية، دزوا لي إياها في الإيميل. قرأت الرسميز وذهبت، اتفقنا أنه كان بعتقد والله يوم الخميس، اتفقنا أنه يوم الخميس من الساعة 4 للخمس شخص، 5 للست شخص تاني، 6 للسبعة شخص تالت، على السبعة we'll go out for dinner. أول شخص ممتاز، كان يشتغل مدقق في شركة مهمة، شركة من الطب، خمس شركات في أمريكا، ممتاز جدا، من ولاية أوهايو. I love him so much. I like him so much. الشخص الثاني من كاليفورنيا،
كمان CPA Certified Public Accountant، الأول كمان Certified Public Accountant محاسب قانوني. كمان الشخص الثاني ممتاز. الشخص الثالث هو الشخص الوحيد اللي بتذكر اسمه، معلش بدون ما طلعت بالرزم تاعيته، دخل على المقابلة تعرفنا عليه وسألته بعض الأسئلة، بعدين سألته سؤال سألته لكل الأشخاص، قلت له يا سيد فلان، الإدارة المالية بالشركة في إلى جانب يتعلق بالعلاقة مع الأشخاص التانيين، علاقتك مع المدراء التانيين مشان أنت تقدر تشبك الداخل والخارج للمؤسسة. خبرني كيف علاقتك مع الأشخاص، كيف توصف علاقتك مع الآخرين. قال لي علاقتي مع الآخرين ممتازة، ما في عندي مشكل، بدك إياني يكون صادق. قلت له أنا بتمنى عليك تكون صادق، وأنا بتوقعك أنه تكون صادق. قال لي حقيقة في كل شغل بعمله أنا أطلع بكل دائرة، كل ديبارتمنت، كل إدارة في الشركة، بعمل شخص واحد بيكون صديق لإلي، بطلع معه أو معها على غدوات عشوات، بجيب له هدايا، بيكون عيني وأذني، my eyes and ears، أعيني وأذني. طلعت أنا فيه، قلت له معلش وضح لي. قال لي يعني أنا بهمي الشركة قبل أي شيء. قلت له نعم. قال لي هول الأشخاص بخبروني بكل شيء. طلعت أنا فيه نظرة يعني عم بحاول أنا أفهمه. قلت له تفضل، ما قاطعته. قال لي بكل صراحة أنا بدير أو بتعامل مع الناس بطريقة فرق تسد، divide and conquer. قلت له ها فرق تسد، وكيف هالعلاقة أو علاقة فرق تسد ساعدتك في الماضي؟ قال لي ساعدتني كتير في الماضي. طلعت بالرزم بتاعيته، قلت أنا let me rock، خليني أشتغل. اشتغل بك، هو من شيكاغو، اشتغل في شركة 10 سنوات مدير مالي، إجا لكاليفورنيا اشتغل مع كريديت يونيون في أورانج كاونتي 3 أشهر، خليت له 10 سنوات قبل. قلت له اشتغلت بالكريديت يونيون 3 أشهر، ليش تركت؟ قال لي أخلاقيتهم وأخلاقي ما كانت متلاقية. قلت له نعم. قال لي بعدين اشتغلت في شركة تكنولوجيا سنة. قلت له بعرف هالشركة، فلست. قال لي ايه بتعرفها؟ قلت له نعم، باب صاحب الشركة صديقي. قلت له بعرف. قلت له اشتغلت انت بالشركة تاعت شيكاغو 10 سنوات؟ قال لي نعم. قلت له كنت مدير مالي؟ قال لي نعم. قلت له شو صار بالشركة؟ قال لي فلست. قلت له عظيم. اخذت قلم وورقة، قلت له ممكن تعطيني أسماء 3 أشخاص من هيدي الشركة وتليفوناتهم؟ قال لي ليش؟ قلت له بس بدي أتصل فيهم أنا، يعني نحن عنا الحق أنه نتطلع على خبرتك وكذا نسألهم. قال لي بالحقيقة بتمنى، ولكن الشركة لما فلست كل واحد راح.
متأسف أنا. قلت له سألته سؤال يلي هو فخ. قلت له هيدي الشركة اللي اشتغلت فيها 10 سنوات كم موظف فيها؟ قال لي أوه فيها ما يزيد عن 850 موظف. وعلق بالفخ. قلت له 850 موظف عظيم. قلت له ممكن أخذ أسماء 3 أشخاص لأتصل بيهم وأسألهم. قال لي بتمنى ولكن كل شخص راح بحال طريقه وأنا جيت على كاليفورنيا. قلت له أوكي. قلت له ما في ولا أي شخص؟ قال لي لا. هيدي كانت محددة مثل ما نقول عنا بيج فلاج. بيج فلاج أنا لو سألتني بدك 3 أشخاص من أول ما اشتغلت بحياتي بعطيك 30 شخص. I can get you. بعطيك 100 شخص. قلت له شكرا. قلت له I understand. قلت له فهمان. أنا خلص سكر مخي أنه هذا الشخص غير قابل للتوظيف. هيدي شغلي صعب. هيدي شغلي مهمة جدا في المقابلات. المهم أنا قصبت المقابلة وقلت له أنا مثل ما تعرف يا سيد فلان أنا ليس لي علاقة في هذه الشركة. أنا أستاذ جامعي ولكن أصدقائي دعوني. قال لي بعرف أنا بعرف. هو مفتكر أنه هيدا الوظيفة لإله. ليش؟ لأن السي اي او شافه عدة مرات وطلع هو إياه غدا أو عشاء. they became close. مشي. لما دخل خرج سي او طلع بسيارته قال لي less than half an hour interview. أقل من نصف ساعة interview. كان مستاء. قلت له من حقك أنه تزعل أو تستاء. عمل لي أنه ليش؟ قلت له من حقك أنه تستاء. هيدي المقابلة كانت لا يجوز أن تكون نص ساعة أو 20 دقيقة. كان لازم تكون 20 ثانية أو دقيقتين على الأكثر. قلت له فرق. قلت له فرق لتسد. قال لي هيدا الشخص قال بصدق. قلت له قال بصدق عظيم. أنت لازم تكون قاضي. يجي عندك متهم قال أنا قتلت هذا الشخص. عظيم. هذا أنت صادق؟ أنت بريء. قلت له هذا لا يصح بالشركات. فيما بعد تبين أنه كان على خلاف مع شريكه. شريكه مش مقتنع بهذا الشخص وصاحب الشركة أو الماجوريتي شير هولدرز مقتنع بهذا الشخص. قلت له معلش هبقول كلمة حق قبل ما قلكم تصبحوا على خير. يا فلان تعرف ليش بدك إياه هذا الشخص؟ قال لي ليش؟ قلت له لأن شخصيته مثلك. قلت له الشخص بيشغل بوظف الشخص يلي يتكامل مع شخصيته. النتيجة we are friends. goodbye. والله العظيم لم تمضي أيام كان في خلاف بين هالشخصين أنه هذا لا يجوز نوصفه. لا نوصفه. بالنهاية وظفوه. لم يستطيع إقامة علاقة ولا مع مدير. الموظفين كرهوه من أول أسبوع. حسوا أن الشخص غير كفو. شخص خبيث. شخص ما بيكن إيجابي لأشخاص تانيين. شخص ليس عنده طيبة. وبالنتيجة حتى الشركاء تركوا بعض. مضت الأيام وانباعت الشركة والمالكين الجدد قالوا له السلام عليكم. تكلمنا على النواحي الشخصية. في ناحية تانية بالقيادة وهي شيء يتعلق بطبيعة العمل.
يعني بيقولوا لك this is situational leadership، أنه القيادة تتعلق بالطبيعة يلي القائد موجود فيها. الطبيعة تضغط أو تفرض أشياء على القائد. ليش القائد بإمكانه يكون ناجح في مكان معين، في طبيعة معين، في ظرف معين، ويكون فاشل في ظرف أو طبيعة أخرى؟ فإذن الطبيعة أو السيتويشن الموجود فيها الشخص ممكن تساعده أنه ينجح أو يفشل. حقيقة من خلال تعاطي في العمل هذا الشيء موجود والشيء معقول جدا. أنا لو جيت اشتغلت في عمل والأشخاص حوالي رئيس الشركة النواب ما ساعدوني وأنا كنت شخص جيد، ممكن أفشل. لو كنت شخص ممكن شوي أن أكون جيد ولكن الأشخاص يلي حوالي ساعدوني والموظفين ساعدوني بإمكاني أنه أنجح. فإذن في شيء اسمه situational factors. هيدي سلايد كتير حلو، ممكن بسهولة تفهموه. نحن في أي مؤسسة بأي عمل وين ما رحت، في عندك شغلتين، two things. الشيء شو هو الشيء أو الأشياء الاثنين المهمين في أي عمل؟ الأفراد يلي هم الأشخاص والعمل نفسه. هيدا الخط هو بنسميه نحن الأشخاص، قديش علاقة القائد بالموظفين، بنسموها consideration، قديش أنا أحترم العامل. وهيدي تتراوح من الحد الأدنى للحد الأقصى، low to high. فإذا هذا الخط الأصفر، إدراكي، محبتي وتعاملي مع الموظفين، this is consideration for people. هذا الخط الأزرق كمان يتراوح من بين الحد الأدنى والحد الأقصى، اهتمامي بالعمل، يعني تصميمي على الإنتاجية، this is concerns for productivity، اهتمامي بالإنتاجية. فإذن الأصفر الأشخاص، الأزرق الإنتاجية. ولما بتنظروا هون low high low high، صار عندنا four grids، أربع بسموها متغيرات. هون الأحمر القائد لا يهتم بالعامل ولا يهتم بالإنتاجية، هيدا فشل ذريع، pathetic leadership، impoverished leadership. شو حتكون النتيجة؟ أو الأشخاص راح يتركوا أو الشركة حتفلس، لأن ما فينا نكفي حياتنا إذا أنا قائد ما مهتم بالأشخاص الموجودين عندي، لا أهتم فيهم، وبذات الوقت لا أهتم بالإنتاجية. هون الأصفر اهتمام قليل في الإنتاجية، يعني لا أهتم بالإنتاجية ولكن اهتمام عظيم بالأشخاص. يا حبيبي صحتك رياحتك هي مهمة، يا سيد الرئيس أنا الأسبوع القادم أعتقد أنه رأسي حيقلمني، ما تيجي على الشغل، ارتاح، خذ الأسبوع يلي بعده. هيدي بسمينا نحن country club leadership. هالقيادة هي مثل نادي، يعني أنه كمان قيادة ما بتعود بالنجاح على الشركة،
الشخص يلي عم يشتغل عندك سعيد جدا، ولكن الشركة غير منتجي، وممكن انه هيدي تسبب في انحدار الشركة للأدنى. الخط الأزرق أو المتغير الأزرق هون، القائد يهتم بالإنتاجية أكثر بكتير من اهتمامه للشخص. فإذا هون نسميها task leadership style، الاهتمام بالإنتاجية. هيدي ممكن أنه تسبب انزعاج للشخص، لأن أشخاص كتير بحب نوع من الاجتماعيات في العمل، ولكن هيدي ممكن أن مقتضيات العمل تكون منصبة على الإنتاجية. مثلا أعتقد البعض منكم بيشتغل بمستشفيات، هون لما بتشتغل أنت في دائرة في إدارة العناية الفائقة أو غرفة العناية الفائقة، أكيد الاهتمام يجب أن يصب حول العناية أو حول الإنتاجية. ما فيك تقول هاي شباب خلينا نطلع ندخن، فلان عم بموت، ما حيكون أول شخص يموت عنا في المستشفى. يعني في عندك مسببات أو طبيعة العمل ممكن أن تصب على الإنتاجية. الخط الأخضر أو اللون الأخضر هون هو الاهتمام بالإنتاجية والاهتمام بالموظف في نفس الوقت. هاي يعني الحد الأعلى على كل شيء، الإنتاجية والموظف نفسه. عند هيدي أنا بسميها team leadership style. نحن كلنا فريق متعاون متكامل، عندنا حياة حلوة مع بعض، وبذات الوقت اهتمامنا بكون مصبوب على الإنتاجية كمان. هيدي الفكرة يلي أنا بروج لها على طول، عامل الموظف بطريقة أخلاقية عالية، وساعده بقدر الإمكان، ولكن لا تنسى الناحية الأخرى وهي الالتزام الأخلاقي نحو المؤسسة. يعني هاي concern for productivity، وكمان هاي concern for people. أوكي، بخلاصة كيف أنا عملت البحث، قابلت 43 شخص السنة الماضية، وبذات الوقت درست كل المواضيع اللي كانت متوفرة عندي بواسطة الأكاديميك، المكتبات الأكاديمية اللي هي أونلاين، ProQuest، ABNI Inform، Google Scholar. شو في أشياء مطبوعة peer reviewed، يعني المطبوعة أو في كتب أكاديمية أو في مجلات أكاديمية مرموقة وليست أخبار على الإنترنت شمال ويمين. وسألتم الثلاث أسئلة، شو مفهومك على القيادة الفاشلة، شو مسبباتها أو شو أسباب القيادة الفاشلة، وبذات الوقت شو النتيجة عليك وعلى الآخرين. كمان استعنت بسوفتوير اسمه GMP، وهو للتحليل الكلمات. عملت أنا مثل ما تقول مفهوم، أو بسموها definition للfield leadership. قلت هو القيادة الفاشلة تعرف بهيدي الدراسة انه شو الاشخاص يلي بيشتغلوا السبوردينس، الموظفين، نظرتهم للرئيس تبعهم، لسلوك الرئيس تبعهم يلي اثرت عليهم نفسيا جسديا وسلوكيا. نفسيا اكيد انه الشخص بيتضايق، بصير عنده نوع من الستريس لما بيكون القائد تبعه سيء. جسديا البعض ما بيفكر فيها، بس جسديا لما بيكون الشخص سيء، عم تعمل مع شخص سيء، بيخلق لك امراض جسدية. يعني الستريس بيؤدي لانقباض عضلات المعدة،
حتى وجعت الرأس، أشخاص كتير ما فيهن يناموا، أشخاص كتير حيكونوا تعبانين. لما تكون أنت تعبان عقلياً كمان جسدياً بتكون تعبان، وبعدين كمان فيك على سلوكك الجسدي كمان هناك تأثيرات. البعض لما بكون عنده ستريس بيأكل كتير، في عندك أشخاص ما فيهن يأكلوا، في عندك أشخاص بيناموا كتير، في عندك أشخاص ما فيهن يناموا. يعني في عنده انعكاسات نفسية جسدية وسلوكية. راندوم هيدا السامبل تبعي بكل صراحة. يعني شو السامبل تبعي كان 43 شخص، كانوا 17 سيدي أو ست و 26 رجل. معظمهم صارلن بيشتغلوا في مجال الإدارة أكثر من 10 سنوات، بيشتغلوا في مؤسسات كتيرة يلي هي تربوية، مالية، طبية، أوتيلات، مانيفاكتشرينج. أوكي، هلأ شو لقيت؟ هيدا التشارت اللي جبته أنا من الـ GMP software. حطيت أنا أكيد يعني لازم أنت تطعم الـ software تحط له معلومات، وبعدين يصير في تحليل لغوي أو qualitative أو حتى بسميها word analysis أو sentence analysis. بس كل لخصته بشي حتشوفوه هلأ. هيدا هو الخلاصة. لما سألتم على مفهوم من القيادة الفاشلة، استنتجت أنه 44% قالوا الشخص سلبي، negative, judicious. أنه judicious بالعربي أنه شخص يعني متحجر بطريقة أنه أعطاء الرأي، كنت سلبي وما بيعطيك ناحية إيجابية أو إنرجي، بوزيتيف إنرجي. 44% قالوا هالشي. 40% قالوا شخص غير مخلص، ما فيك تصدقه، not trusting، بعدين غامض، مايكرو مانجر. 40% انه هيدي المايكرو مانجمنت، فاهمين عليها شيء المايكرو مانجمنت؟ يعني بكون واحد بدير كتير، يعني تع خليني شو عم تعمل، ما فيك تعمل هيك، خليني امضي لك، بتقلي قبل ما تعمل الشيء. هيدي بنسميها نحن المايكرو مانجمنت. هيدي بتعمل سايكولوجيكال ستريند على الشخص، ان طيب انا مغفل، ما في أنا أقوم بعمل، ما في يكون عندي قرار أو رأي. 28% قالوا زلمي سلفش بالعربي أنه أناني، سلف سنترد، أنه كل شيء يتمحور حول نفسيته، عنده إيجو عالي أو بيعرف كل شيء، أنا بعرف كل شيء. 28% غير متحضر، not civil، زلمي عدائي، hostile، مش سيء، insulting، يعني بسيء لإلك، ومنه not pleasant، ما حلو تكون، يعني ما بترتاح حواليه. 21% قالوا مخه مسكر مثل ما بقوله، close-minded، أو narrow-minded، يعني مخه ضيق، أو rigid، إنه بوف بيخبط لك الشغلات. يعني أنا جمعتهم لشغلات، اللي جمعت هيدي المفاهيم مشان يكون علي سهل إنه أعطي نتيجتها. opinionated، إنه زلمي متحجر برأيه، خلاص قال هالشي لا يتغير. هلأ
وأنا عم بكلمهم، أنا عم عملت انترفيو معهم، أعطيتهم وقتهم، البعض أخذ ساعة، البعض أقل، البعض أكثر. وهيدي الشيء اللي قالوا لي إياه كتبتهم أنا بالضبط بالكلمة، ولكن صلحت الأخطاء اللغوية شوي. قالوا لي القيادة الفاشلة هو شخص ما فيك إنه تتصل فيه، تحس حالك إنه متعلق فيه، بتحس إنه هالشخص ما بيهتم فيك، غير مهتم فيك، شخص سلبي. واحد تاني قال القائد تبعي ما في أتعامل معه بسهولة، ما العلاقة معه ليست سهلة أبداً. بعتقد أنا أو بحس إنه أنا بمفردي ما بتحس إنه أنا متقرب لإلها، ما بتعطيني ناحية إيجابية في العلاقة. شخص ثالث قال، عندي كتير أمثلة ولكن عم بحط لكم كم واحدة، أبداً ما حسيت إنه القائد تبعي مخلص لما بقول لي كيف بدي أعمل. بعتقد أنا بعرف كل شيء بعمله أنا، وصار لي في العمل مدة طويلة قبل ما هو يجي يشتغل، قبل ما هي تيجي تشتغل. عنده إيجو عالي، وبذات الوقت عطول بتضيع لوقتي في اجتماعات تافهة لا تعني شيء. وهلما جرى كمان واحد قال عن CEO صح الكبير بالشركة، شخص سلبي، عطول بيؤمن أنه الكوب الماء نصفها فارغ. بعدين كل شيء بيحصل بالشركة غلط ما هو مسؤول عنه، ليس له علاقة فيها. وإذا حصل شيء إيجابي بالشركة، نظر هو الفيجن تبعه، شو هو أعطاه، شو هو يتكلم، شو هو نصح، يعني بيحب يأخذ كل الكريدت لإله. واحد تاني قال المدير تبعي شخص أناني جداً، كل شيء إنه بسبب هو نظرته للموضوع. واحدة قالت لي إنه ما حاسس أنا بنفسياً مرتاحة بالشغل، أنا ما بحس حالي إنه مهمة لهيد الشركة، وما بحس حالي إنه أنا جزء من هيد الشركة. وأشخاص تانين كله بنفس الموضوع. سألتهم طيب شو السبب إنه القائد تبعك بيعمل هالشيء؟ 47% قالوا لي شخصيته أو شخصيتها، 47% بيأمنوا إن هي بسبب الشخصية، 5% قالوا شخصية وعدم المعرفة بالعمل، شخصيته أو شخصيتها سيئة، وبذات الوقت لا يلمون بمعرفة بالعمل. 7% قالوا شخصيته أو شخصيتها والثقافة الشركة، الكلتشر، الوضع تبع عنا بالشركة. فإذا 5 كمان ربطوا الشخصية بسوء الإدارة، و7 لو ضفناهم سوا على 47 معناته 59% ارتقوا أنه الشخصية لها دور مهم جدا بسوء قيادة هذا الشخص. 26% قالوا أنه الأوضاع بالشركة، situational factors، الكلتشر أو الأشخاص التانيين في الإدارة يلي كمان كانوا هم جزء من هالمشكلة. دكتور عصام، عفوا المقاطعة، فقط حبيت أن أذكرك بالوقت، لا يزال عندك 5 دقائق. ما تبي 5؟ أوكي، مش مشكل. هون تكلمت أنا على الشخصية وشغلات التانيين. أعطوني أنا الموظفين هول إنه شو
هي النواحي الشخصية ونواحي المسببات الثانية في شخصية القائد الفاشلة. بعدين سألتهم أنا أنه طيب شو هو النتيجة؟ النتيجة كانت 67% قالوا أنه التفكير بترك العمل أو ترك العمل turn over intention and turn over 67%. 56% أعطتهم stress occupational stress ضغوط نفسية. 26% مش مرتاحين مش سعيدين في الشغل. 23% سببت لهم عدم الإنتاجية. 21% المورال تبعهم في عدم ارتياح. وهون في عندك عدة جمل يلي سمعت منهم، بس أهم شيء واحدة بتقول لي إنه بكره يوم الأحد. قلت لها ليش بتكره يوم الأحد؟ قالت لأن بذكرني إنه بكرة يوم الاثنين وحاب اشتغل مع الرئيس تبعي. وكتير قالوا لي إنه عم فكر أترك الشغل، يعني نوع من التستيمونيال هون الموجودين. هلأ بالنهاية شو منستنتج من هالدراسة؟ إنه الشركات والرؤساء في الشركات يجب إنه يكون عندهم نوع من التدريب على هيدي النواحي للمديرين تبعونهم، awareness تعطوهم يا عمي شوفوا شو عم بصير. وكمان أهم شيء إنه لما بيختاروا المدير لازم ينتبهوا إنه شو نوع المدير اللي عم يختاروا، بعدين يعملوا له امتحان شخصي، بعدين يفرجوهم نوع من التدريب على كيف السلوكيات في العمل. وكمان أهم شيء إنه جو العمل يجب أن يكون جو إيجابي. بعدين للأشخاص المديرين الكبار لازم يكون عندهم تدريب واسطة استشاريين بالقيادة. هلأ أنا خلص بالنسبة للمحددات أو الشيء التقصير في الدراسة هو أنه كان العينة تعيث 43 شخص، أنا كنت بتمنى أن تكون أكثر، ولكن أعطتنا نظرة حول القيادة الفاشلة 43، يعني أنه عينة عشوائية. ولكن كمان أحد المحددات الثانية أنه هالدراسة جرت معظمها في جنوب كاليفورنيا، يعني 43 شخص أعتقد 37 منهم من كاليفورنيا والبقية من مناطق تانية، واحد من تكساس، اثنين من بنسلفانيا، وواحد من أوهايو، I believe one from فلوريدا. يعني كنت بتمنى أن تكون هالدراسة معممة أكثر، فالنتيجة تعيتها لا يمكن تعميمها على كل الثقافات في العالم وكل المناطق. لتعممها يجب أن تكون العين العشوائية أكبر بكتير وتكون شاملة، أو من ثقافات تانية من مناطق أو بلاد تانية. ولكن هي برغم هذه المحددات النتيجة هذه هي مقدمة لدراسة تانية حول القيادة الفاشلة. أنا وقف هون، لو عندكم أي سؤال بتمنى اسمعوا، ومتأسف لو كان اللفظ تبعي جزيل جدا. تفضلوا. جزيل الشكر. جزيل الشكر. شكرا جزيلا دكتور عصام. أنا أترك الحديث إلى أخوي الأستاذ حازم، حقيقة موضوع رائع جدا وقيم وشيق، ونفس الوقت عملي، لأنه أنا من خلال هذه المحاضرة أراجع نفسي، أراجع بالحقيقة تجربتي كدنتال أوفيس هنا أكثر من 25-30 سنة. How I manage my office with my wife, actually she manage the office. And أكو نقطة بس حبيت أذكرها قبل ما نأخذ الأسئلة، ذكرت أكو قضيتين مهمة جدا في نجاح أي مشروع أو أي مؤسسة، هو الاهتمام بالأشخاص والاهتمام في الإنتاج. نعم. أيهما أهم،
الشخص أهم أو الإنتاج أهم. من خلال تجربتي يعني، وهذا ما كانت أكد عليه زوجتي لأنه هي كانت مانيج الأوفيس، الاهتمام بالأشخاص كان إلى الدور كبير جدا بزيادة الإنتاج. نعم. وهاي القضية طبعا من أراجع أدبيات الأديان كلها تأكد على هذه النقطة يعني. نعم. الإنسان ما لازم يبخس حق الآخرين يعني. فكنا نهتم بموظفينا اهتمام خاص لأجل أن نحصل على الإنتاج العالي. ويس. وهذا اللي أشوفه يعني في سبب نجاحي الحمد لله والشكر، كل الموظفين اللي عندي بقى يعني صار لهم أكثر من 15 أو 20 سنة يعملون معايا بكل إخلاص الحمد لله وبكل جد. ليش؟ لأنه اهتمينا بهم ونهتم بهم لأجل أن نحصل على إنتاج. Wonderful. وجوابي لك أنت جواب سؤالك، لما بتهتم بالشخص بتهتم بالإنتاجية، فإذا الهدف هو الإنتاجية والشخص، نجاح متكامل. نعم، أنا أترك الحديث إلى أخوي الأستاذ حازم ليكمل هذا البرنامج الشيق إن شاء الله. الله يحفظك. حياك الله دكتور، الشكر الجزيل، أحسنت وأجدت حقيقة الموضوع جدا مهم وميداني، وبشكل عام نحن في أمس الحاجة إلى فهم هذه العلاقة المهمة في أي نجاح، في أي مؤسسة، في أي نشاط. أحاول أن أبدأ بسؤال افتراضي نحب أن يعني نسأل المحاضر الكريم حوله، وإن شاء الله تجيبنا على هذا السؤال في آخر اللقاء بعد الحوار يعني، حتى نفسح لك مجال. أنه لو افترضنا جنابك في السفرة، ما هي الكتب الثلاث التي سوف تصطحبها معك؟ يعني فقط خليها في بالك إن شاء الله في آخر اللقاء بعد ما نكمل مرحلة السؤال والجواب، إذا عندك أي كتاب سواء بالإنجليزي أو بالعربي لكم الاختيار. نبدأ الأسئلة من قبل دكتور حمادي، تفضل أستاذ الكريم لكم المايك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. شكرا للصالون العراقي على هذا التنوع والإثراء الذي يقدمه من خلال أمسياته التي تغطي مساحات مختلفة من مجال الفكري والثقافة والإدارة، وشكرا جزيلا للدكتور عصام الغزاوي على هذه المحاضرة الإدارية التي فتحت أفقا للتفكير. أولا أنا يعني انتبهت فعلا إلى الالتفات الذكية في طريقة البحث، أنك تذهب في الإدارة لا إلى قياس النجاح وإنما إلى محاولة الكشف عن الفشل وأسبابه، لأنه هذا فعلا الضد يظهر حسنه الضد كما يقال. وأفضل الطرق الآن، لأننا كما أشرت أي متابع بسيط لهذه الأمور يمكن أن يلحظ، دائما نذهب إلى قراءة التجارب الناجحة، وهذه يعني شيء جيد، لكن الأفضل في ظني يعني أنا أميل إلى ماذا أفعله، أن نقرأ الأخطاء، لأن التاريخ وحركة الحياة ليس فقط في الإدارة صنعت من خلال، بل العلم قائم على يعني كما يقول فيلسوف العلم الكبير أنه قائم على النظرية الصحيحة التي قابلة للقياس من خلال خطأها وليس من خلال يقينيتها. أنا فقط أريد أن يعني أضع بين يديك أستاذنا الكبير مجموعة أشياء خطرت في ذهني وأنت يعني تدور في هذا المجال الجميل. أولا، نحن حينما نتحدث عن الفشل، وأنت قلت أنك درست دراسة موضوعية، والإنسان ميال يعني يقولون أن للنصر قائد واحد أو للهزيمة آباء كثر وللنصر أب واحد. إحنا دائما الإنسان بشكل العام حينما يكون هناك فشل يميل الآخرون خصوصا الفريق إلى تحميلها عادة للرئيس، وبالتالي قياسنا للحظة الفشل في تلك اللحظة أعتقد سيكون فيها غبن للقيادة أن تقرأ آراء مرؤوسهم، وأنت أيضا يعني أخذت من هذا الجانب. القضية الأخرى،
أنا يعني وهذه من زمان، يعني أنا داخل أيضا دورات في الإدارة ضمن العمل وكذا. وهاي كانت تشغلني أنه تنوع أنواع الإدارات. إحنا عادة مثل ما نشوف ومثل ما نقرأ دائما أكو مقاييس عامة، لكنها لا تضع في نظر الاعتبار المجال الإداري التي يعني خلي أبسطها بالطريقة. أنا مرة إدارة في جانب إنتاج مثل ما أشار الدكتور سيد كاظم، إنتاجية مثلا عندي مصنع إنتاجي، مرة أنا إدارة في مجال مالي، مرة أنا أقدم خدمات، يعني أنواع مجالات كذا، حتى إدارة الثقافة وغيرها. لا. يعني لا. أنواع المشاريع. بالتالي وضع المقاييس يكون هناك يعني هناك صعوبة. ألا ترى أن المجال الإداري يغير من المعطيات لكل قائد ولكل قضية؟ وهذا هيدي اللي تكلمنا عنه وقلنا situational factor. وهذه اللي تسحبني إلى سؤالي الأخير، أنه على ضوء ذلك إحنا وأنت شرت لهذه القضية الإشكالية القديمة والمستدامة مع مفهوم الإدارة، هل الإدارة هي علم أم فن أم هي جمع بين الاثنين؟ هذه الإشكالية اللي ظلت، واللي عادة إذا تحدثنا بالقيادة إحنا بلا شعور بالمضمر نذهب إلى المعطيات الشخصية أكثر من الموضوعي. لكن هنا المجال يتحتم. أنا اليوم عندي إدارة تكنولوجية، عندي شخص مثل آني، عندي قدرة، عندي هاي الانفتاحية والقدرة على التعامل، لكني لا أمتلك الخبرة التكنولوجية في المجال المعين. وبالتالي يعني هنا راح ندخل في مجال أنه أساساً احنا من نفس الفريق نجد الافضل في فهم هذه الموضوعات قبل ان يكون القضايا اللي تخص الامور الشخصيه مالتي. انا اريد ينجح، انا عندي ابتكار بالتكنولوجيا، اريد عقل شغال بهالمجال، قد اتنازل عن بعض المعطيات الشخصيه اللي ممكن هذا. انا اسف على الاطاله، لكن طريقتك جميله انه انت مع البحث الاكاديمي، لكنك كنت يعني تشتغل على التجربة والبحث مهم. ولعلني يعني أقول في النهاية أن مثل هذه المباحث مهمة لعالمنا، لبلداننا، لعراقنا، لمصرنا، لفلسطين، أكثر من أهميتها للغربي اللي هو الآن يضع معاييره ضمن مؤسسات إنتاجية. وأنا أقول لك يا بصراحة أستاذ، مثلا العراق اليوم ما عندنا مؤسسات إنتاجية أو مؤسسات مستقلة، نحن أشبه بنظام، يعني كنا بنظام مركزي، وبالتالي القيادة اللي تطلبها ما ممكن تتوفر. ليش؟ لأنه القوانين أقوى من إرادتك. نعم. وشكرا جزيلا لك أستاذي الكبير. أهلا أخ أحمد، أنا سعيد جدا بسؤالك. خليني أجاوبك أنت كنت عم تتكلم عن النجاح والفشل وعلاقته في القائد. القائد الجيد هو لما بكون في نجاح في المؤسسة بيعطي النجاح للموظفين. نحن نجحنا بسببكم، لولا أنتم موجودين لم نكن ننجح. القائد الفاشل بيعطيهم الفشل، ولما بكون في نجاح بياخدوا لنفسه. هيدي نوع من الأنانية ونوع من الافتراضيات الذائفة الغير مبنية على سلوكيات أخلاقية. لما أنا كل شيء بيحصل غلط بدي أرميه على الموظف. هلأ بالنسبة لتعريف الإدارة، هل هي فن أو علم؟ الإدارة بكل بساطة هي نوع من التخطيط، التنظيم، القيادي، وبذات الوقت الكنترول يلي هو الضبط. القائد الناجح أو الإدارة الناجح يجب أن يكون عنده مقدرة على التخطيط للمستقبل، يكون عنده استراتيجية مستقبلية، ويكون عنده مقدرة على التنظيم أنه مين هو الشخص الكفؤ للقيادة في كل دائرة من دوائر الشركة، ويكون عنده المقدرة على قيادة الأشخاص
ويتأكد من حسن قيادة الأشخاص لمرؤوسيهم. وبذات الوقت أكيد يجب أن يكون في عنا نوع من الضبط للموارد تبعون الشركة الداخل والخارج، ليكون عندنا نوع من النجاح في المؤسسة. الكمال لله، هل أنه ممكن يكون كل هالمزايا موجودة في شخص واحد، الشخص الجيد أو الذكي؟ أي شيء بيعمله يبلش من نفسه، ينظر لنفسه شو هو الشيء يلي قوي فيها، strength تبعه، القوة الموجودة عنده، ومواد الضعف في شخصيته. إن لم يكن بإمكاني تقوية النواحي الضعيفة في شخصيتي، يجب أنه أخلي أشخاص تانيين يكملوني. والأشياء القوية في شخصيتي بدي ركز عليها، وحاول كمان أنظر الأشخاص المتعاونين حولي، يجب أن يكون في عندك تشخيص لهم، شو مراكز القوة فيهم ومراكز الضعف. أنا أستعمل مراكز القوة فيهم بأشياء، ومراكز الضعف فيهم أخليهم بعاد. نعم. السؤال الآن إلى الدكتور أو الأستاذ هشام، تفضل لكم المايك. مساء الخير، وشكرا للتجمع الثقافي الجميل هذا، وشكرا لهذه المحاضرة اللطيفة. أنا أعتذر أنه 20 دقيقة الأولى لم أكن حاضر في هذه المحاضرة، أتمنى أنه تكون مسجعة على اليوتيوب حتى ممكن مراجعتها مرة ثانية. لا يوجد عندي سؤال محدد، لكن أؤكد على الدكتور في نقطة انتهى إليها، وهي أنه البحث اللي أجراه هو في جنوب كاليفورنيا وفي بعض الأشخاص من بعض الولايات الأمريكية. بشكل عام النتيجة اللي انتهى إليها المحورية اللي كانت في المحاضرة، وهي من هو القائد الأفضل، اللي هو اللي كان في المربع الأخضر، اللي التيم ليدر اللي ممكن يكون يعتني بالأشخاص ويعتني بالعمل. في تجربة إلي لما كنت أشتغل، وأنا اشتغلت في العراق وفي المغرب في إدارة الفندق 5 نجوم، المسألة الأولى اللي عملتها عملت مركز تدريب داخل الفندق، وهذا كان مسألة غريبة بالنسبة للفنادق الأخرى ولإدارة السياحة، أنه أكون في مركز تدريب داخل الفندق. وأشعت بيناتهم بين الموظفين مسألة التدريب اليومي، حتى الستاند أب ميتينج بين الأقسام، إضافة إلى التدريب الدوري وتدريب الجدد ومناقشة المشاكل، حتى ممكن أن نخلق تيم وورك قوي. هذه كانت تجربة فعلا ناجحة جدا، وقدمت لنا نتائج مهمة جدا. جاوزنا فيها الفروقات الفردية بين العاملين في مكان واحد، تجاوزنا فيها التفاوت بالمعرفة والمهارة، بحيث نطور مهارات الأشخاص القليلين المهارة. أيضا مكنتنا على الرقابة الأكبر على الأداء، كانت قدرتنا على الرقابة من خلالها أفضل. في وقت نفسه يعني وضعنا نموذج أو نظام لتقييم أداء العاملين بمجموعة نقاط، الهدف منه ما كان أنه العقوبة أو المكافأة، بقدر ما هو كان معرفة جوانب النقص في المهارات من أجل دعمها وتطويرها، وبالتالي العامل يكون أفضل. كل هذه الإجراءات شعرت العاملين بنوع من الانتماء إلى المنظمة، وشعرتهم بالسعادة أكبر وبالاطمئنان
الشخص اللي يحس في نفسه أنه هو أقل كفاءة من الآخر يعرف أنه أكو فرصة أن يحسن كفاءته. هنا هذا نموذج لهذا اللي صار. لكن أيضا أقول ممكن أنه إحنا في المنطقة العربية باقين نحتاج إلى فعاليات تدريب أكبر في داخل العمل والتدريب للقيادات العليا سواء في الإدارات الحكومية أو في الشركات الخاصة. بالمناسبة لما تركت الفندق وما أريد أقول يمكن هذه بعد سنة ونص تقريبا أو سنتين من 5 نجوم انتقل إلى 3 نجوم بسبب أنه اللي تولى من بعدي كان في الدائرة الحمراء. شكرا جزيلا ما أريد أطيل. شكرا هاشم، سعيد جدا بمداخلتك. حياك الله، شكرا جزيلا. والآن الدور إلى أستاذ أو دكتور خير الله، لكم الوقت. شكرا لك عزيزي، تحياتي دكتور عصام. الله يسلمك، جميلة المحاضرة من الناحية النظرية. الله يسلمك. هذه وحدة، لكن يعني أنا أميل مع الأستاذ هشام أيضا إلى عملية التطبيق في البلدان النامية والبلدان العربية. يعني من خلال تجربتي الشخصية راح أطرح بعض الأماكن أو بعض الفئات التي يتم التعامل بها سلبا أو إيجابا من خلال القيادة. أولا قيادة الطلاب، أنت كادر طلابي في منظمة مهنية كيف تتعامل معهم وهم ذو نزعات نرجسية، نزعات شبابية، روح مراهقة، يعني السلب والإيجاب يرتفع بهذه الدرجة، هذه تحتاج إلى وضع نقاط لها. قيادة الأساتذة، أنت في مركز أكاديمي قد تكون رئيس جامعة أو رئيس فرع، وهؤلاء كل يحتد بشخصيته الأكاديمية، ربما هو عنده إنتاج ثقافي وأكاديمي أكثر منك، لكن الواسطة خلي بين قوسين التي أتت بك جعلتك فوقه. هذا هنا إشكال أيضا آخر يجعل من حالة الـ يعني شلون التعامل بشكل آخر. القيادات الثقافية هذه أنا عانيت جدا تماما، يعني بمعنى عندما تكون أنت رئيس منظمة طلاب ثقافية أو رئيس اتحاد أو رئيس يعني إلى صفة ثقافية ونزعة المثقفين، هذه راد لها بد عالم خاص كيف تتعامل به يعني حقيقة. يعني القيادة الشركات المتعددة الجنسيات، هنا ثقافات مختلفة، رؤوس أموال مختلفة، ونسميها قوة فاعلية هذه الشركة اقتصاديا في مجالها. نعم. أيضا تضع لك إشكالات كبيرة جدا. النقطة الأخرى أو الاتجاه الآخر القيادات السياسية، هذا الإشكال الكبير الذي تقع فيه بلدان وليس منظمات وليس شركات، بمعنى خذ وضع العراق على سبيل المثال، قيادات سياسية فاشلة استطاعت أن تفشل البلد برمته. لماذا؟ لأن الليدرشيب لهؤلاء ليس في مستوى أن يكون قائدا. هذه أيضا نقطة. النقطة الأخرى القيادات العسكرية، وهنا حطنا الجمال زي ما بتقولوا، لأن أنت شلون تتعامل مع هؤلاء الضباط وقسم بيهم وجو دمج، أنت عندكم ما تعرفون شنو مسألة الدمج. عندنا بالعراق صارت مسألة الدمج بعد سقوط النظام أنه أنت محسوب على جهة معينة يطوق درجة. نعم نعم نعم، للأسف هالشيء موجود كمان. فهاي المسألة يعني يراد لها فهم مع الأخذ بعين الاعتبار الشخصيات الانتهازية في العمل والأنا النرجسية في التعامل. نعم. شكرا لك دكتور. الله خليك، يعني أنا سعيد جدا بمداخلتك كمان، وأنا بوافقك. يعني بدي أقول لك شغلي، للأسف بلادنا في للأسف في مرحلة ظلام، يعني كان في من مئات السنين كانت بلاد علم، بلادكم أو بلادنا كلها، وللأسف هلأ نحن في مرحلة ظلام. للأسف كلامك مزبوط، بوافقك. حياك الله، شكرا جزيلا. ننتقل إلى الأستاذ شروان مصطفى، لكم المايك. السلام عليكم جميعا، فرصة رائعة جدا حقيقة، هذا الموضوع كثير مهم، وشكرا للدكتور كاظم، شكرا لك أستاذ حازم، وشكرا ألف شكر للدكتور عصام. الموضوع القيادة الفاشلة بالنظر المرؤوسين بالتأكيد هو
يعني ينعكس على القيادة الناجحة بنظر الدراسة بالتأكيد بنظرك يا دكتور عصام. نعم يعني الكونكلوجن اللي أنا حصلت عليه أنه يعني أكو صفات شخصية سلبية بالنتيجة أنت تريد توصل المسج إلى الناجحين عند إيجابية عند توازن نفسي عند توافق مع متغيرات العمل عند أمانة بالضمير عند انفتاح على التجارب الجديدة اللي هي تقريبا أنت هاي الرسالة اللي توصلها. نعم. يعني سؤالي جنابك ضمن البحث أكو 27% من العينة مال اللي قابلتهم قالوا عندنا مشكلة في قيم الشركة، يعني يمكن إحنا ما نقدر نخلق أو نغير كثير في قيم الشخص في نفسيته في توازنه، بس قيم الشركة شنو يعني كيف يعني أنا أفهم قيم الشركة هي بايلوز الشركة، يعني شلون نقدر نحط ضوابط للمدير حتى يكون ما يكون هيك يتسلط ويتنمر ويأذي ويسيء، شنو البايلوز اللي ممكن أنت تقول لنا بها حتى تكون الشركة يعني تحوكم المدير بشكل أفضل؟ شكرا جزيلا. بدل لك كل شيء ببلش بالتوعية، كل شيء يبتدئ بالتوعية. وحقيقة لما كنا عم نتكلم على ثقافة الشركة نفسها، المدير يجب توضيح الثقافة تاعيت المؤسسة ومحاولة هالشيء بيكون من القمة وليس من القاعدة. لما نحن نفهم شو هي المشكلة في العمل ممكن نعمل محددات يلي انت سميتها الأخ شوان أسميتها بالبايلاز. فينا ما هي ما تكون بايلاز لأنها مش شغلة قانونية ولكن شغلة ثقافية، ممكن نحط نحن values أو قيم للشركة بحيث أنه المدير لا يتخطى ويكون محددات أنه هيك نتعامل مع الموظف، هيك الموظف يتعامل مع الرؤساء، هيك نحن نتعامل مع الأشخاص يلي خارج المؤسسة. هيدي من نواحي أخلاقية هيدي بتحدد كتير ثقافة الشركة وبتبين بسهولة الأشخاص يلي بيكون عندهم تخطي أو violation لهذه المحددات. شركات كتير عملتها، شركات كتير اتجهت لناحية المحددات يلي هي بنسميها guidelines للتعامل مع الأشخاص، ولكن كل هالشيء لا ينتج شيء إذا ما كان في نوع من الإدراك. أنا ما في يصلح نفسي إذا ما كان عندي إدراك للشوائب الموجودة فيه. الشركات لا يمكن تصليح نفسها إذا ما كان في إدراك الأشياء الشائبة الموجودة ضمن الشركة، ولكن كل هالشيء ببلش من القمة. التوعية يجب أن تكون من القمة، من رأس الهرم. رأس الهرم يجب عليهم أنه يتفهموا الوضع الموجود بالشركة ويعملوا على إصلاح الشوائب الموجودة بالشركة بتوعية، بكلام مع الرؤساء، باجتماعات مع الرؤساء. مثلا أنا يوم من الأيام جاتني شكوى على أحد المدراء. أنا يعني كنت كتير أنا مقرب من الجميع، موظفين أو غير موظفين. شخص قال لي كيف بنشتغل طالما هذا الشخص ما بيجاوب الإيميلز، بعطلنا. دخلت عنده سكرنا الباب، قلت له يا فلان ماش عم بقوله؟ قال لي أمتى بعت الإيميل؟ قلت له والله ما بعرف بس بعت لك. قال لي let me see what he wants، خليني شو بده. طلع على الكمبيوتر تبعه، الإيميلز كله أحمر، معناته ما قريهم. أنا ولعت، الباب مسكر. قلت له أوف أوف أوف. قلت له أكيد، من وين بدك تجاوب طالما كله أحمر؟ قلت له ما عم بتقرأ؟
كثير بيجينا ايميل يلي هم سبام او سكام او كذا. قلت له يا فلان صار لك عنا بالشغل اقل من سنتين، انا صار لي بالشغل 10-11 سنة، انا اذا بيجيك هيك ايميلز انا بيجيني مئات المئات المئات. قلت له ما في عندي انا ايميل احمر، قلت له هالكلام ما لازم ابدا، يعني يجب ان تكون دغري مع وخاصة مع المدراء، هم المدراء يجب ان يكونوا قدوي. قلت له انا زعلان جدا، قال لي خلص انا I'll take care of it. قلت له انا زعلان جدا، قلت له ما فيك تكون موظف طالما انت لست قدوة. خرجت من العمل. بعد شوي بيجي لعندي قال لي sorry عبطني وما ادري شو. قلت له اوكي، بس كان الدرس لما يكون في شيء غلط يجب ان توقف للاشياء الغلط. القائد الناجح هو يلي بيكون عنده مواقف صريحه مش مخبايه ستريت فورورد. نعم حياك الله، حياك الله. الاعلى بالمثل الاعلى دائما هو يعني نعم كلام جزء كبير جدا من القياده. السؤال الان الاستاذ رحمن عباس تفضل. شكرا جزيلا للدكتور عصام على هذه المحاضرة الثرية. هلا أخ رحمن هلا. استوقفني في حديثك حول الكاريزما. نعم. لقد شاهدت فيلما ربما قد سمعت به وهو ماكدونالد، يتحدث عن تجربة رجل اسمه راي كروك وهو المؤسس الحقيقي لشركة ماكدونالد. هذا كان رجل يبيع حليب، خلاطات حليب، وبالصدفة حسب الفيلم طبعا وبالصدفة ذهب إلى الأخوين اللذين يمتلكان ماكدونالد، وكان ماكدونالد في ذلك الوقت مطعم محلي لا قيمة له. نعم نعم. وبعد ذلك حاول إقناع هذين بعد أن صار نوع من العلاقة ما بين زبون وآخر، أقنعهما بأن يحاولون أن يزيدوا في الفروع. طبعاً هم ما اقتنعوا ذلك لأن فشل هذا الموضوع، وبعد ذلك أقنعهم بشراء ماكدونالد. وحينما اشترى ماكدونالد أصبح تحول ماكدونالد من مطعم محلي إلى إمبراطورية كاملة. سئل هذا الرجل لماذا أنت تستطيع خلق، يعني هو يمتلك ذكاء وكاريزما، لماذا لم تفتتح مطعم خاص بك وتسميه بأي اسم؟ قال لا، إنه سحر الاسم، يعني اسم ماكدونالد شده شدا عظيما وكبيرا. هذا يعني من ناحية أخرى بأن الكاريزما قد لا تكفي، إنه بريق الاسم، يعني ماكدونالد قد أدى إلى ذلك. سؤالي إلى حضرتك، هل للاسم سحر خاص، لا سيما بأننا كمهاجرين نعاني من أزمة الاسم في كندا وفي أمريكا، يعني خاصة بالنسبة لأبنائنا؟ يعني أنا لحسن الحظ سميت بنتي دون أن أدري، لما كنت عايش في المغرب سميت بنتي هيلين إعجابا بهيلين كيلر الطبيبة العمياء إلى آخره. فهيلين برغم كونها موظفة في دائرة كندية ولكن تقول لي أن هنالك تمييز، وذلك لأنها هيلين عباس. هذا يعيدنا إلى مسألة الاسم، يعني أنت ذكرت مسائل كثيرة وربما لم تتناول مسألة الاسم. هل تعتقد بأن الاسم هو نافذة للنجاح؟ وشكرا جزيلا. تعتقد شكرا أخ رحمن. أنت عم تقول على الاسم الشخصي،
والله بدي أقول لشالي، أنت عم بتركز على ناحية حساسة جدا في العلاقات هلأ في شمال أمريكا، كندا، أمريكا، وحتى مناطق من الغرب الأوروبي. الأيام اللي عم نمر فيها أيام صعبة جدا. ما فينا بكل أمانة، بكل أمانة هذا رأي شخصي، في عندك أشخاص كتير بالعالم، في أشخاص كتير طيبين، في أشخاص عندهم تجربة مع أشخاص أجانب عندهم أسماء مثل اسمك واسمي، كانت عندهم تجربة ناجحة، ما عندهم هالمشكلة. بس في أشخاص الإنسان عدو ما يجهل، في عندك أشخاص بيشوفوا اسم غريب بيبعدوا عنه. ولكن بدي أقول شالي، أنا بطبيعة عملي في مؤسسات خاصة، قبل ما يكون أنا عامل في مؤسسة أكاديمية، البداية كانت صعبة، ولكن بعد فترة الكل لما أنت بتثبت نفسك، مثلا الشركة اللي تركتها أنا بيشوفوا اسم أجنبي، الموظفين بيقولوا لك هيدا حيكون ذكي، حيكون أبضاعي، أفتي. ولكن الأشخاص يلي ما عندهم هالتجربة عندهم نوع من الاستنتاج، وبزالة الوقت للأسف الوضع الاجتماعي هلأ الأشياء يلي عم نشوفها بينظروا للشخص يلي غريب، شكله غريب أو اسمه غريب، على أساس أنه علامة استفهام، وخاصة لو كان عندهم تجربة سيئة مع شخص اسمه غريب ما بهم من وين. هلأ الحمد لله في الجامعة الطلاب كلهم بيكلموا بعض، فلان دكتور غزاوي، this is the best، كذا، أفتيب. لما أنت بتثبت نفسك، أفتيب. ولكن لما الشخص ما بيعرفك ما فيك تدخل ضمن نفسه وضمن شخصيته. ولكن بشكل عام الوقت اللي عم نعيشه بكل أمانة وقت صعب، وقت صعب. لما جيت أنا على أمريكا كان الوقت أسهل بكتير، كانت العالم تقبلي أكتر، اسم عصام مثل اسم مايك مثل اسم جان، العالم يحب يتعرف عليك. الوقت صعب هلأ بكل أمانة، هيك أنا بحس، وخلال كمان كلامي مع أشخاص أصدقاء علي وهم من هيدي البلد وأسماءهم غربية وليست أنه مغيرة، بقولوا لي أنت شكل، ولكن الأجانب يعني الشيء موجود. كلامي اللي عم تكلم فيه صحيح 100%. نعم، حياك الله، شكرا جزيلا. ولربما جزء كبير من هذا الصعوبة أو تصاعد الصعوبة هو نسبة التنافس الموجودة. نعم. التنافس الذي يعني تمثله يعني نسبة المهاجرين في البلدان. نعم. لكم جزيل الشكر دكتورنا الفاضل، حياك الله. أنا عندي سؤال ما أستثمر الوقت، أو أستاذ محمد لربما جنابك تسأل وبعدك. أيوة والله سؤالي جاء متأخر عن الحقيقة، كنت مستمتع أنا بعدك إن شاء الله. دكتور عصام مشكور جدا على الحاضرة القيمة، الله خليك. حاب أشير إلى موضوع انطرح في الصالون الثقافي العراقي العام الماضي، يعني أتذكر يعني شهر أكتوبر قبل 3-4 شهور تقريبا، حول نفس الموضوع اللي حضرتك قدمته بطريقة ثانية. هو عملية اختيار الأشخاص للعمل في مكان ما. نعم. ومدير العمل أو الشخص اللي يجي المقابلة، مثل ما حضرتك أنت قيمت أشخاص كانوا مقدمين على عمل، 3 أشخاص في المحاضرة. أنا ذات كانت المحاضرة الدكتورة قدمت لنا نموذج مصمم كدائرة وتحيط فيها 7 دوائر، وهذه الدوائر 7 كانت تحوي على صفات محددة إيجابية، طبعا الكفاءة،
الكاريزما، الخبرة السابقة إلى آخره. الحقيقة نسيت، يعني هي كانت أسئلة مهمة سمعت وهذه المحاضرة كانت يعني مهية. مبتكرة هذا التصميم، كانت تقول يعني مؤسسات عريقة في أمريكا عملوا هذا التصميم وعلى رأسه جامعة هارفارد. فهل أريد أفتهم دكتور من جنابك فرصة هي أيضا حتى أوسع معارفي بهذا الموضوع، هل فعلا أكو هكذا نمط أو هكذا قياسات سبعة أو أكثر؟ هذا سؤال دكتور. عفوا، سؤال آخر اللي علاقة بالمهنة والاسم اللي ذكر قبل قليل صديقنا رحمن. الحقيقة أنا واجهت شخصيا سؤال سألت نفسي وأيضا سألت باقي أصدقائي من جيت على أمريكا. أنا اسمي محمد رادي فنان، عندي تجربتي الخاصة واسمي المعروف في بلادنا العربية وفي وطني، ما عندنا أي مشكلة. هنا أنا سألت فأغلب الناس قالوا يابا يعني أنت فنان وراح تكون على احتكاك بالجاليريز وبالمتاحف وبالكوليكتر، فلازم محمد يصير مايك خصوصاً أنا فرادي فأصير مايك. يتم ما أقدر، يعني أنا مثلاً جيت لأمريكا 30 سنة، أنا بسنة 2000 مسوي اسمي وباني كاريزما مالتي وهذا اسم، شلون أغير الشهادات مالتي الدراسية؟ فأنا راح أبقى محمد فرادي وأشوف شنو ردود الفعل يعني من راح يتقبلني من راح يرفضني وأقيس التفاعل. فاكتشفت أولا المهنة مالتي ينظر إلى اللوحة وليس إلى الاسم، إلى المنجز الفني. نعم، هذا شيء جميل. نعم، الجاليريز مؤسسة هنا ربحية، مو مثل بلداننا يعني مدعومة من وزارة الثقافة. نعم، وهذا يهم صاحب الجاليري إن هاي اللوحة تنباع، يعني ما يهم أنه محمد ولا حسين ولا عباس ولا. لكن شلون هذا صاحب الجاليري هو يسوق لوحتي ويخفي جانب اسم محمد على جانب ويشتغل على هاي ذكاء، هو صاحب الجاليري صاحب البزنس. لذلك هنا مثل في مجال العمل الفردي، هو هذا السؤال ايضا موجه لحضرتك، في بعض المهن الفرديه يعني الشاعر او الرسام او صاحب المهنه كيف يدير يعني عمل الإدارة الذاتية، يعني سامع بها قبل فترة 20 سنة. وليكون السؤال طويل دكتور الأول. لا ما لشي خليني بلش بجوابي على السؤال الآخر، على السؤال الثاني. السؤال الثاني هو أسهل من السؤال الأول. بالنسبة للإسم، أنت كفنان حقيقة في شيء كتير ناس هون يعقدي إنه والله اسم غريب للآرت it's exciting، يعني شيء يعني مش مشكل. حتى هون عندك اللاعبين الرياضة محمد علي كلاي، محمد علي، عندك كريم عبد الجبار، عندك أحمد رشاد، هم أمريكان ما غير اسمهم، خلوا اسمهم محمد علي، غير اسمه بالأساس من كاسوس لمحمد علي. يعني الشيء بتعلق بالشخص اللي عم تتعامل معه، ولما أنت كمان بتثبت نفسك أو جدارتك ما بعتقد هيدي مشكلة كبيرة. بس للأسف ناس كتير عم يجوا من بلادنا عم بغيروا اسمهم. أنا ما غيرت اسمي أبدا، عصام ما غيرت اسمي، ولكن مثل ما قلت لك أنا هالسنين الأخيرة التعامل مع العالم بكل أماني يعني بتحس تغير لأسباب للأسف أسباب سياسية صارت هالأيام شوية صارت حساسي، لم تكن موجودة بالشكل هيدا الموجود. المتعصب بنفسه عرفتي، ولكن لما بتعرف على الشخص الثاني بيرتاح. الإنسان علوم ما يجهل، ما بعتقد مشكل. وأنا كمان لو كان اسمي محمد بقيت اسمي مش هالمشكل، ولكن الأشخاص كتير عم يجوا أنا اسمي محمد مايك، أنا اسمي أحمد إد، مشان نتأقلم ويقولوا لك أسهل للتعامل. بالنسبة لسؤالك الأول 7 qualifications بيعتمد بين عمل البحث 7، ممكن تكون 6 تكون 10 تكون 9. أنا حقيقة ما سمعت
exactly بالسبن qualifications، وهذا لا يعني عدم وجوده، ولكن أنا شخص عملي جدا. في أي مؤسسة الاهتمام بال professional qualifications more than the person، لما بتهتم أنت بهالمزايا الخبرة أكثر من اهتمامك بالشخص، هيدي وصفي للفشل. هقول لك ليش. أنت لما بتعين الشخص فقط على خبرته، فكر ليش المؤسسات تطرد الشخص. معظم الأوقات مش أنه عدم إمكانيتهم القيام بالعمل، ولكن ليش بيطردوه؟ على تصرفاته، على شخصيته. أكيد يعني المكمل نعم بده يكون عنده شخص حسب طبيعة العمل qualifications مهمة جدا، ولكن الشخص كمان جد مهم. ما فينا فقط نعين على الخبرة ونترك الناحية الشخصية من الشخص. وبالمقابلة أنا لما بكون عم قابل الشخص حقيقة بتطلع على خبرته شوي، بحط براسي، ولكن بحاول أدخل بالناحية الذاتية للشخص، probing، تعرف بدي أعرف أكثر كيف طريقة تعامله. أعطيه أمثلة، لما بقول لي كنت ناجح، أعطيني مثل ليش كنت ناجح. أكتيف الموظفين بحبوني، أعطيني أمثلة. لما بلاقي شغلات ما مقتنع فيها بحاول ركز عليها، لو حاول أغير الموضوع برجع على الموضوع نفسه. يعني كتير مهم لما بتعين الشخص تهتم أنه عنده هالخبرة، ولكن كمان في شغلة تاني مقابلة هي طبيعة الشخص. جميل، أحسنت. شكرا. الله يحفظك. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا أستاذ حازم، وشكرا للدكتور عصام. هلا هلا. هذا الموضوع المهم يعني اللي احنا منطقتنا تعاني من عنده، اللي الشرق الأوسط بشكل كبير، لأنه المخرجات ضعيفة وبالتالي التنمية ضعيفة في أوطاننا بسبب للأسف سوء الإدارة. نعم نعم. وهيمنة القيادات الإدارية الفاشلة. نعم. احنا عندنا مثل معروف وسائد أنه الرجل المناسب في المكان المناسب. نعم. هاي القيادة الناجحة. نعم. تؤدي إلى مخرجات ناجحة ومضمونة. نعم. بالمقابل عندما ينتشر الكوربشن الفساد، يأتون بقيادات فاشلة يديرون المؤسسات، بالتالي تكون المخرجات غير، لا يعني ما فيها ضمانية التأثير وضعيفة، وبالتالي تشوف التنمية تنحسر أو تتأخر. احنا أنا أقول بالنسبة إلي يعني كتصور أن الإدارة الرشيدة لأي مؤسسة تبدأ بالاختيار الأسلم لمؤهلات القائد، يعني نعم. القيادة. نعم. والابتعاد قدر الإمكان عن مؤثرات الفساد. نعم. فأعتقد أن السبب الرئيس، هل يعني هو السؤال، هل تتوقع دكتور أن من الأصل العلة أو أصل المشكلة هو انتشار الكوربشن أو الفساد الإداري داخل المؤسسة، بحيث جاءت بشخص ما هو لا يمتلك المؤهلات وأصبح على رأس أو يعني ليدرشيب هاي القيادة، يعني رأس الهرم؟ نعم. وبالتالي هذا رأس الهرم لأن القاعدة لا تؤمن به، فيبدأ الضعف في إداء المؤسسة بالكامل. نعم. أنا يعني هي إشارة سريعة أقول أن كل المشاكل
هو بسبب هيمنة الفساد. نعم. ألا تشاركني بهذا الرأي؟ شكرا جزيلا. 100% أخ جبار. أنا كمان حضيف عليك أنه حادثة حصلت معي لما كنت أشتغل بشركة التكنولوجيا. كان عندنا نحن وظيفة شاغرة لمدير بنسميه development تطوير، هي نوع من المبيعات. واحدة قدمت طلب، الرزم تاعيتها الخبرة الذاتية، سيرة ذاتية بيرفكت عظيمة، وجاي من شركة كمان معروفة في منافسة. اجت على المقابلة، لحسن الحظ كنت أنا موجود مع أشخاص تانيين، كلمت عن نفسها، سألناها أسئلة، وفجأة بدها تخلينا أنه تفهمنا. أخرجت USB. Yes. قالت لي طلع بهيدا، قلت لها شو هيدا؟ قالت لي USB. قالت لي أنا بسرعة بكون ناشعة عندكم. قلت لها شو بهاليUSB؟ قال حاطة فيه كل معلومات المؤسسات اللي بتشتري من عنا والمتعامل معها، مع أشخاص، مع قديش بيعملوا. طلعت فيها أنا هيك، أنا صدمت إنه صار كالمعلومات. قلت لها أوكي، غيرت الموضوع، كفينا المقابلة، وأنهيت المقابلة بطريقة شبه سريعة. قالت لي إمتى في أسمع منكم؟ قلت لها قريبا جدا. قلت لها قريبا جدا. Oh, thank you. I'll be happy to work here. سعيدة إنه اشتغل هون، مع السلامة. نظرت للأشخاص الموجودين معي، طلعوا نظروا لي، هزيت برأسي، مسكت السيرة الذاتية تعيتها هيك، خرجت من المكتب ورميتها على طاولة السكرتيرة. ضحكت، فهمت إنه لا، يعني عملية غير أخلاقية إنه حدا يأخذ معلومات من شركته لشركة تانية. كانت كمان رسالة للأشخاص الموجودين في الغرفة معي وقت المقابلة، يعني هن توقعوا هالشي، وكمان كانوا سعيدين جدا إنه 100% لا يمكن. ونفس كمان نفس الوقت حماية للشركة تاعيتنا، يلي بيسرق معلومات الغير بيسرق معلوماتك. الأخلاقية تبدأ برأس الهرم. لو كان الرأس خطأ، هذه كلها بتنزل لتحت. لما الشخص بيشوف إن الرئيس تبعه عم يسرق، شيء طبيعي، بصف هو يسرق. فإذا النظافة تبدأ من القمة وليست من القاعدة. اختيار الشخص المناسب للمكان المناسب، وضع الشخص السيء في مكان ما بيخلق السوء ينتشر بسرعة. الأشياء السيئة تنتشر بسرعة، وللأسف هيدي معاناة يجب أن ننتبه لها، ونتأكد أنه كل شخص موجود هو شخص نظيف. حياك الله، شكرا جزيلا دكتور. نأخذ سؤال من دكتور قيس العبيدي، تفضل أستاذي، لكم المايك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. وعليكم السلام دكتور قيس. دكتور عصام، أنا أعتذر، ودكتور أستاذ حازم وأبو ليث، أعتذر منكم، أنا دخلت يعني متأخر لأنه كان عندنا ندوة حلوة اليوم على رحلة التعلم بالخمسة قبلكم، فحاولت أن يعني أدخل مباشرة. الموضوع يجب أن أدخل به أنا حضرتك دكتور عصام، لأن أنا اختصاصي تطوير مؤسسي وإعداد القادة. نعين عليك. فيعني أنا أتشرف حضرتك. الله يحفظك. الله يخليك.
أنا عندي فقط ملاحظة ممكن تساعدنا بها، بس قبل ذلك أقول لك أنه نحن من 75 كنا مركز التطوير بالعراق، كان عندنا مشروع اسمه UNDP United Nations، مجموعة من الخبراء الحقيقة دول العالم، وعبد الوهاب البشري وزير الحربية في زمن عبد الناصر كان هو رئيسنا في هذا المشروع، تعلمنا منهم. لكن وبعد ذلك من سنة 80 إلى قبل سنة أنا انفولف بعملية تدريب القادة وأدرس طبعا بالجامعة. كويس. السؤال الذي على بالنا كنا إحنا، هل القادة العرب والمدير قبل القائد هو المدير بعدين منهم يصير قائد؟ نعم نعم نعم. مع الأسف هناك نزعات أو اتجاهات في العالم العربي، نحتاج نحن المتخصصين في هالمجال هذا أن نجتمع وكل المثقفين يناقشون ظاهرة القيادة في العالم العربي. نعم. القيادة في العالم العربي اتجهت بنا إلى مشاكل ومواجهات، يعني تحديات كبيرة أكثريتها لم يتم معالجتها لحد الآن، بل خلتنا نتدهور كعرب. نعم. وأنا أتكلم هنا كل المدراء معنيين وكل من يقول أنا قائد. نعم. الكثير يقول إحنا قائد، لكن مع الأسف جدا قليل من المدراء إذا أخذتها طبعا هم قادة فعلا كما يحتاجهم الوطن العربي، الدول هذه النامية التي أن تأخذ مكان بالعالم. نعم. السؤال وين مواصفات هؤلاء القيادة من حضرتك والآخرين تحتاج إلى بحوث للخروج بنظرية معينة تدرس في الجامعات، تدرس في مراكز التدريب. من ملاحظاتي اللي شفتها أنا وأنت حتعقب تقول نعم أو خطأ، ملاحظاتي أنه يجيك المدرب يلقي محاضرة على المتدربين وهم مدراء وينطيهم أشياء كلها غربية كلها غربية. نعم. بحيث هذا المدير يروح شركته كل شيء يطبق منها، من تقول له نظرية شاب التطبيق. نعم نعم نعم. نظرية الأكس واي مثلا بالبيهيفير قيادة ما في مانجرية اللي قلت تعرفها حضرتك أيضا في القيادة، يرجع هذا ما مفتهم شيء اصلا، يبقى على ما تربى في البيت. نعم. وعشيرته ومجتمعه ويبقى بعيدين عن تطبيق الاشياء الجديده، نادرا ما يطبق ما اخذه من التدريب. طيب وين هنا المشكله؟ المشكله عند المدرب نفسه وعند نعم. استاذ الجامعه لدرس الطلبه الاداره والقياده. نحن نعم. لا نقول انه هذا الكل، لا نقول الاكثريه. نعم. فبالتالي أنت تحتاج أن تضع شيء جديد. إحنا من خلال هاي الفترة 40 سنة حاولنا نسوي بحوث ونسوي دراسات، ساعدتنا بعض يعني بعض الأشياء لأنه كان عمل فردي مش جماعي كبير مثل ما نحلم به إحنا. نعم. نعم. القائد العربي يأتي للوظيفة، أنت منو قال حضراتكم الرجل المناسب؟ إحنا نقول الشخص المناسب في المكان المناسب. لا يأتي، أغلبيتهم لا يأتون. نعم. لأن لازالت عندنا العشائرية. نعم. الوساطة المحسوبية، وربما صارت بالأخير حسب ما تشوفون بالفلوس المناصب. نعم. نعم. وهكذا. طيب إحنا وصلنا هنا سبب الفلوس، طيب بعد 20 سنة 30 سنة كيف حيكون؟ ليش؟ نعم. يعني شو نصير؟ نعم. القائد عندنا إذا نعم. وصلنا إلى هالمرحلة الخطرة. لذلك يجب أن نركز، القائد العربي هو ساهم في تدهور الوطن العربي. نعم. زين، السياسي أو الكذا يركب دبابة يروح يفتح الكذا يصير هو رئيس دولة مدنية، وهذا كيف؟ لاحظ الأشياء. نعم. فبالتالي هناك بحث، يمكن هذا أيضا حضرتك قبل من تجيب، حاولنا نكتب عن العرب، يعني والعرب إحنا إسلام يعني أخذ منا الكثير في تبلورة الشخصية كمدير أو كقائد. بسيط جدا حتى ما أخذ من وقتكم، مسكنا الكتب الغربية في القيادة من أحلى ما يكون، لكن تبتعد عن شيء نحن نركز عليه، هم ماخذين من الناحية المادية، نحن معجونين به من الناحية المعنوية وهي الأخلاق. نعم نعم.
نعم. القادة العرب أو المدربين خلينا نقول أساتذة الجامعات ما يجون إلى هذا الموضوع. نعم. الغرب، الغرب يتحدث عن ماديات، واحد زائد واحد يساوي اثنين. نعم. بينما نحن عندنا نظرية كبيرة جاء بها الإسلام والرسول صلى الله عليه وسلم، الأخلاق أساس القائد، وهنا بدأت الناس تكتب بالغرب. روح أنت هسه للكتب الأجنبية وروح على الريفرنس الأخير. نعم. يعني مو الكونتنت، الريفرنس الأخير، دور على اسم محمد ما في، دور نعم. على اسم الإسلام ما في، دور على الأخلاق ما في كتب، أنا عندي حوالي مئات الكتب بالقيادة ما فيها. بدأت مؤخرا من واحد رائد مدير التدريب في سانتهيرس، كلية سانتهيرس هنا، كتب عن محمد وكان أول واحد يكتب عن محمد وأخلاق محمد وقام يجيب به الشغلة. طيب وإحنا وين؟ إحنا إذا يجيك واحد يتكلم عن محمد صلى الله عليه وسلم يتكلم عليه بقصص وشغلات وكلها دينية، بس ما يتكلمها في علم القيادة ويقارن بين الغرب والشرق ويدخل دخلوه الغرب. وهسه صاروا ثلاثة الحقيقة يدخلون محمد في القيادة ونظرياتهم. نعم. فهذا نعم. هو مطلبي يعني من حضرتك، يعني اقترح عليك في هالمجال هذا من خلال خبرتك، هل احنا نقدر يعني هل الناس المختصين بالدراسة الشخصية والقيادة ان نطلع بشيء ونقولهم يا ناس يا مدربين يا أساتذة الجامعات هذه الأشياء مطلوبة؟ والله دكتور كايس أنا سعيد جدا بلقائك، سعيد بلقاء الجميع. للأسف عم بتكلمني بشيء يعني للأسف بوافقك فيه، أوافقك وللأسف، لما بتحط الشخص الغير مناسب هذا يعني بكل صراحة فاقد الشيء لا يعطيه. أنا عملت عدة دراسات حول القيادة الأخلاقية الإثيكال ليدرشيب، بعثت لكم بتشات دراسة عملتها أنا واثنين إخوان من تركيا، عملنا القيادة الأخلاقية في الفنادق في الهوسبيتاليتي اندستري في تركيا، يعني لما يكون عندك وقت في اللغة الإنجليزية. يجب عنا، كلامك مظبوط، أنه فينا عم نجيب نظريات أو دراسات من الغرب ولا نطبقها في الوطن العربي، ولكن هيدا بكون في صدام حضارات. تطبيق القيادة الأخلاقية ممكن جدا، ولكن لما منهيئ الجو الأخلاقي في المؤسسة أو في الإدارات، وهيدا بتم بوجود قيادة أخلاقية، قيادة واعية، قيادة قادرة على على تنظيف. يعني أهم شيء ببلادنا هلأ كلمة تنظيف مش تنظيم، ننظف الإدارة، لأن لما بيكون الشخص الغير نظيف موجود بيكون كمان أشخاص كتير في نفس الإدارة كمان غير نظيفين وغير مؤهلين. يعني هيدي عملية حتكون مستمرة لوقت، ولكن إن شاء الله يعني نحن متأملين بالتوعية وبالتدريب وبمؤسسات مثل مؤسسة حضرتك ممكن نساعد على تطوير تنظيم وتنظيف المؤسسات من الأشخاص. المؤسسة هي انعكاس على الشخص القائد، المؤسسة النظيفة بسبب قائد نظيف، المؤسسة الفعالة بواسطة بسبب قائد فعال. يعني هيدا موضوع يجب ان الكل يتعاون معه، يكون في تعاون. انا بتمنى كمان يكون في تعاون مع اشخاص تانيين اكاديميين وغير اكاديميين مثل حضرتك، وانا شخصيا اتمنى انه حتى اكون جزء من هالقوة الفاعلة للتغيير الاخلاقي في الوطن العربي. شكرا. عفوا، اهلا وسهلا. اهلا وسهلا دكتور قيس، سعيد جدا. تسلم لي، انا سعيد وان نتواصل ان شاء الله من خلال ان شاء الله باذن الله. هلا 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 هلا. شكرا جزيلا لإتاحة الفرصه مره ثانيه في تعليق سريع.
لما طرحه الدكتور قيس، وذكرنا بالأستاذ عبد الوهاب البشري وزميله الدكتور محمد جمال الدين الصوحي، كان خبراء متعهد في المركز القومي للاستشارات. أنا كنت ضمن المشروع التنظيم والأساليب في وزارة الزراعة ثم في التعليم العالي والمعاهد الفنية. النقطة اللي أريد أقولها أنه في ذيك الفترة العراق كان ماشي في مرحلة تنمية متصاعدة في مجالات عديدة، كنا نسميها التنمية الشاملة، والإدارة والقادة الإداريين كان جزء منها، فكانت هناك برامج لتطوير القادة الإداريين كما في برامج لتطوير صغار الموظفين والعاملين. كانت برامج أو برنامج لتقييم أداء المؤسسات، كنت اشتغلت عليها أنا والدكتور وحنا أبونا، وطبقناه في وزارة الصناعات الخفيفة، كان مسؤول عنه دكتور وحنا، وأنا كنت طبقته في المعاهد الفنية كدائرة خدمية وقطاع تعليمي. إذن كان هناك سياسة أو إرادة سياسية لزيادة كفاءة وإنتاجية القطاع العام والإدارات الحكومية بشكلها المختلف أو المتنوع. أيضا كانت واجهتنا نقطة مهمة في التدريب اللي هي التفاوت بالاحتياجات التدريبية بين العاملين. كنا نجمع مجموعات حتى من مستوى مجموعة مدراء عامين، مجموعة رؤساء أقسام، ممكن نجد فيهم اختلاف الاحتياجات التدريبية. في وقت توفقت في أن أنشر بحث في مجلة اتحاد الجامعات العربية اللي وضعت أداة لاحتساب الاحتياجات التدريبية، فعلا استعملت في بعض الدول العربية، كان تطبيق في مجال التعليم وكانت ناجحة عمليا، أنه توفر تقارب بين مستوى المتدربين في برنامج معين. لكن هذا كله يرتبط بالبيئة اللي تشتغل فيها الإدارة وتأثيراتها وإمكانية التغيير من خلال القادة الإداريين اللي ممكن صقل مهاراتهم ودفعهم إلى أن يكون مستوى معرفتهم أعلى، قدرتهم على التعرف السريع أكبر، وتحقيق أهداف المؤسسة اللي يعملون فيها أكثر. شكرا مرة ثانية لتحت الفرصة الثانية، وشكرا لهذا التجمع اللطيف، وهذا حضوري الأول معكم، أرجو أن لا يكون الأخير إن شاء الله. شكرا جزيلا أستاذ هشام، حياك الله ونتشرف بحضور الجميع. نختم اللقاء دكتور عصام بسؤال الصالون إذا تحب. صار في يا هلا تبادر في ذهنك ثلاثة كتب تشاركنا بيها إذا تحب. نعم حقيقة في كتاب بلشت في قراءته وأتمنى أن أنتهي من قراءته. الكتاب كتب من مئات السنين بشخص كان جنرال في الجيش الصيني اسمه سان تزو، الكتاب اسمه The Art of War. فن الحرب. هيدا كتاب شيق في الاستراتيجية، في استراتيجية الحروب، وتنطبق على المؤسسات وتنطبق على طبيعة الأنظمة. The Art of War، هيدا هو يلي الأخ محمد عم تفرجينا إياه. This is beautiful book. أحسن. The Art of War. وهناك ترجمة عربية له أيضا صدرت من العراق في الثمانينات. هيدا كتاب شيق وكتاب حقيقة كتاب مفيد. الكتاب الثاني هو أنت كلكم تعرفوه، اسمه النبي لجبران، جبران خليل جبران، كمان كتاب شيق فلسفي. ولو سألتني على كتاب ثالث، حقيقة هالأيام أنا شوي عم بحاول أتفهم وأقرأ الناحية الصوفية، الصوفيزم، الصوفية، بعتقد هيدي أشياء كمان أشياء روحانية أنا حابب يعني
أقرأ وأزيد معرفتي في الصوفية. أحسنت، حياك الله دكتور، جزيل الشكر، رائع الاختيارات الثلاث، شكرا جزيلا، ونتمنى نعم أستاذ نزار تفضل لك. عفوا إذا تسمح. تفضل أستاذ نزار. جزيل الشكر دكتور عصام، شكرا، وأتمنى أن يستمر أو تستمر مشاركتكم بإذن الله. بإذن الله إن شاء الله. صحيح اليافطة مال هذه المنصة هي الصالون العراقي، ولكن هي منصة لكل الناطقين في الضاد. الله يخليك، حياكم الله. هذه واحدة، وحبيت أذكر بس قبل أن ينتهي اللقاء بمحاضرة الأسبوع القادم، هي للباحث العراقي سعيد الغانمي، وهي بعنوان ألف ليلة وليلة، السرد مقابل الحياة، مكافأة الراوي والمرويلة. وكون المحاضر هو من مدينة بيرث في استراليا، فسوف تكون المحاضرة في تمام الساعة 9 مساء بتوقيت لوس أنجلس، فنعتذر على تغيير التوقيت لأنه المحاضر من خارج أمريكا أو تحديدا من استراليا. جزيل الشكر، حياكم الله، شكرا، حياكم الله، شكرا جزيلا. تفضل دكتور، تفضل لك. بس بدي أقول سعيد جدا بلقائكم جميعا، أنا حقيقة سعيد جدا أنه كنت معاكم اليوم. الشكر موصول لكم أستاذ الكريم، أستاذ الدكتور عصام، شكرا، أحسنت وأجدت، وإن شاء الله تصبحون على خير، تمسون على خير، وأوقات سعيدة إن شاء الله. السلام عليكم. شكرا، شكرا جزيلا، تصبحون على خير، مع السلامة، الله يخليكم.